لا هو نص ساعة قطع اللي بده قطعه، وإن شاء الله المرة القادمة بنكمل شابتر 3 جزء كبير من شابتر. أوكي، خلال الجزء الأول إذا متذكرين من شوي صغيرة عرفنا اللي هو عبارة عن الديسكريت، حكينا في عندنا تو تايبس بالنسبة للراندم فاريبلز. الشيء الأول هو عبارة عن الديسكريت راندم فاريبل، الشيء الثاني اللي حكينا عنه عبارة عن الكونتينوس راندم فاريبل. هلا في هذا الشابتر حنركز بشكل أساسي عن اللي هو الديسكريت راندم فاريبل، اللي حكينا إنه نتائج العينة العشوائية بالنسبة لنا هي عبارة عن أرقام مش انتربلز. السلام عليكم. نعم. مثلا لو كان انا عندي عينه عشوائيه لكاميرات، انا بدي اجي اختار مثلا شو الفلاش تايم بالنسبه للكاميرات. هون كنا نركز مثلا هل الكاميرات انه احتماليه نجاح الكاميرا عباره عن 80%، معناها احتماليه الفشل احكي عن 20%. هلا الاحتمالات الموجوده عندي بالنسبه للثلاث عينات، اما حيكون في الاول هو عباره عن باس 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 فيل باس باس، طبعا فيهم كلياتهم. هلا من خلال هذا الشيء فانت بتقدر تحدد احتماليه كل واحد من دول. هلا لاحظوا لما اجي اعرف راندوم فاريبل، شو باجي بعرف راندوم فاريبل؟ باجي بعرف انه اسيوم انه راندوم فاريبل اكس هو عباره عن نجاح مثلا الكاميرا في التجربه. فبالنسبه لي النجاح في التجربه هو عباره عن الراندوم فاريبل. هلا شو احتماليه النجاح في التجربه؟ هي عبارة مثلا، طيب شو احتمالية النجاح في أول مرة؟ هي عبارة عن 0.8. شو احتمالية النجاح في ثاني مرة؟ 0.8. وبالتالي هلا كتعريف كراندوم فاريبل كديسكريت راندوم فاريبل، أنا باجي بعرف إنه إكس هو عبارة عن مثلا، هون أنا معرف إنه عدد المرات تبعت النجاح. فشو احتمالية إنه إكس بتساوي 1؟ 0.8. شو احتمالية إنه إكس بتساوي 2؟ 0.8 في 0.8. بس تنساش انك تضرب كمان مره 0.2 على اساس انك تقارن ضمن ثلاث عينات. صحيح. هلا اكس 0.2 بتناقش كل الاحتمالات اللي عندي نفسهم. باخذ واحده ما هي نفس القيم. شو احتماليه ان الاكس بدها تساوي 2؟ 0.8 كلها 0.8. فعشان هيك انا اجيت عرفت راندوم فاريبل بالضبط. هلا مثلا ممكن يجي زميلكم يجي يعرف يحكي لي انا بدي اعرف راندوم فاريبل يعطيني احتماليه النجاح. فهي عباره مثلا شو احتماليه النجاح؟ هي عباره عن 0.8. بهذه الطريقه بنيجي بنعرف الراندوم فاريبل الموجود عندي. اوكي. هلا كقيم مثلا على هذا الاكزامبل، لما انا اجي اعرف راندوم فاريبل اكس، معناها انا حكيت انه راندوم فاريبل اكس هو عباره عن النمبر وباس. هلا انا باجي بحكي انه انا بدي اعمل التجربه 4 مرات، معناها شو الرينج تبع قيم اكس؟ من 1 ل 0. من 0 ل 4 احتمالية نجاح 0، احتمالية نجاح 1، احتمالية نجاح 2، 3، 4. ماشي؟ 4 مرات يا من 0 ل 3 يا من 1 ل 4. يعني يا اما فيل فيل فيل. 4 فيل يا اما باس فيل فيل. او 0 فيل، عفوا، 4 باس او 0 باس. اللي عبارة عن فيل فيل كلها. فالقيم حتكون من 0 ل 4. هذا مش أخذ المثال. ايش؟ مش أخذ المثال. هذا المثال ولا لا؟ 0 ل 4. هذا المثال موجود على تلفون على تلفون عينيه، صح؟ القيم اكس اللي موجود عندي لاحظ شو معرفها؟ صفر. قيم اكس بتساوي 3 او 2 او 1 او 0. مظبوط. عشان هيك حنبلش عندي صفر. هلا مره ثانيه الراندوم فاريبل بالنسبه له هو عباره عن اكس، عدد المرات اللي انت بدك تشغل فيها الراندوم فاريبل هي عباره عن الاكس سمول اللي تكون موجوده عندي. اوكي. هلا هون بنيجي بنستخدم مصطلح عباره عن البروبابيلتي ديستريبيوشن، بعد حنيجي على المصطلح بعد شوي صغيره، هو عباره عن البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن اللي هي عباره عن احتماليه بي اوف اكس، هاي بنسميها عباره عن بروبابيلتي ديستريبيوشن. النتيجه اللي بدنا نطلع معك هي نفس الاكزامبل اللي احنا كنا شغالين فيه،
احتمالية X شو بدها تساوي؟ هاي عبارة عن probability distribution بحيث النهاية بيطلع مع الجدول. شو الجدول؟ احتمالية انه X بتساوي صفر هيطلع رقم، احتمالية انه X بتساوي واحد هيطلع رقم، احتمالية انه X بتساوي اثنين هيطلع رقم. مجموع الاحتمالات كامل كم بده يطلع؟ واحد. مجموع الاحتمالات كامل بده يطلع مع النهاية بيساوي واحد. مثلا هذا عبارة عن اكزامبل ثاني نفكر فيه شوي صغيرة أكثر من المرة الماضية. أنا جاي هون معرف إنه أنا في عندي ترانسميشن بالنسبة للديجيتال ترانسميشن شانل، أوكي؟ فأجيت عرفت إنه الراندم فاريبل X هو عبارة عن النمبر أوف بيتس ريسيفد إن إيرور. هلا كم القيمة اللي أنا بدي أعوضهم؟ هلا ما دام أنا اخترت إنه X سمول بتساوي 4 معناها من 0 ل 4. ما دام انا افترض انه انا عندي بدي اجربها على اربع مرات عباره عن من صفر لاربعه. كاحتمالات اجينا عرفنا انه احتماليه انه اكس بتساوي صفر 0.65. نرجع شوي صغير للشغلات اللي احنا تعلمناها من شوي صغيره على اساس انه نقدر نربط الامور ببعض. احتماليه انه اكس بتساوي صفر معناها في المره الاولى بس، في المرة الثانية، الثالثة، المرة الرابعة، معناها شو احتمالية النجاح؟ كل باس. احتمالية إنه واحد. ماشي. كم تطلع؟ أربعة. هذا عبارة عن 0.6561 حتساوي x هو 4. صحيح. معناها احتمالية النجاح كانت في المرة الواحدة تطلع معكم 0.1. هلا هون اجينا عرفناها من خلال راندوم فاريبل. هذا الراندوم فاريبل هو عباره عن اكس بيمثل احتماليه النجاح، فبالتالي احتماليه النجاح في كلياتهم هي احتماليه عدم الفيلير، لانه احنا عارفين سوري الفاريبل هو عباره عن عدم الفيلير نو ايرور. اوكي، فاحتماليه بي اوف اكس بتساوي صفر عباره عن 0.6561. هلا شو احتماليه انه اكس بتساوي 4؟ 0.2. مش انا حكيت احتمالية النجاح بوينت لكن كيف بتطلعوا هاي الكلمة اللي هي كانت موجودة زي الشغلات اللي احنا غطيناها في شابتر؟ حكيكم انه احتمالية انه الايرور بيساوي صفر اللي صرنا كمصطلح عرفنا انه الايرور هو عبارة عن راندوم فاريبل عبارة عن اكس، فاحتمالية انه الاكس بتساوي صفر عبارة عن 0.6561 صح؟ هلا هاي من وين اجت؟ 0.9 هو 4. من 0.9 هو 4 لو انت جربته. هلا بنيجي هون هذا احتمالية إنه X بتساوي 1 عبارة عن 0.2916، X بتساوي 2 هذول القيم، احتمالية إنه X بتساوي 4 شو معناها؟ 1.1.1.1 معناها هي عبارة عن عملية احتمالية إنه يطلع معك فيلر 4 مرات صح؟ فبيطلع معك الاثنين عبارة عن 0.001. هلا هاي كبروبابيلتي ديستريبيوشن كم مجموع المفروض يطلع بتساوي؟ 1 لأنه مجموع 0.9 هذه منين اجت؟ هي لازم السؤال موجودة هلا هي 1.2 يعني افترض انك انت عارف كيف ترجع لشو عشان تطلع القيم عشان انت تجربها. احتماليه انه اكس بتساوي صفر انه ما يصيرش عندك فيلر في الاربع مرات معناها في المره الاولى في الثاني باس في الثالثه باس في الرابعه باس. فانت لو حكيت انه في الاربع مرات بي اوف اكس بتساوي 4 طلع معي 0.6561 هي عباره عن حاصل ضرب اربع ارقام الاولى ضرب الثانية ضرب الثالثة ضرب الرابعة كلها من باس 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 معناها كم بدنا نعطيك احتمالية الباس عبارة عن اوكي. هدول الشغلات حكيناهم نفس الشيء اللي عبارة عن probability mass function. probability mass function دائما الاحتمالية لأي حدا
اكيد اكبر من صفر. مجموع الاحتمالات على الديستريبيوتد فانكشن بيطلع بتساوي 1. ونفس الشيء احتماليه القيمه، احتماليه الحدث نفس احتماليه النتيجه بالضبط، احتماليه اللي هو سميناه الحدث نفس احتماليه النتيجه. هذا عبارة عن إكسام بالتالي عرفنا random variable بيمثل عدد number of wafers that need to be analyzed to detect a large particle of contamination. فأنا جيت عرفت X مرة تانية عبارة عن number of wafers need to be analyzed. بعد أجيت عملت assumption assume that الاحتمالية إنه هذا الويفر contains large particle عبارة عن 0.0. معناه شو احتمالية عدم احتواء على large particle؟ 99%. تمام. حكيت انهم اندبندنت. هلا مصطلح الاندبندنت شو كان معناه؟ انه تقاطع، معناه انا بقدر اضربهم في بعض فيش بينهم تقاطع. تقاطع اوكي. فالاحتمالات اللي موجوده عندي اما من الاول حيكون عندي، طبعا احنا عرفنا ان وجود اللارج بارتيكل عباره عن بريزنت دي وعدم وجوده عباره عن ابسط. معناه انا عندي اما سبيس كامل اما حيكون موجود معي من اول مره، او اول مره مش موجود ثاني مره موجود، بنضل ماشيين للابد. معناها انا بدي اجي اعرف، ما دام عرفت اكس عباره عن random variable شو بيمثل؟ عدد المرات اللي انا لازم اعمل فيهم تيستنج لغايه ما اوصل البريزنت، لغايه ما يطلع معي يصير عندي البريزنت. معناها اكس هي عباره عن random variable والرينج لقيم اكس من واحد ل لغايه ما يوصل. اوكي. فاحتماليه انه اكس بتساوي 1.01، احتماليه انه اكس بتساوي 2 90، احتمالية عدم وجود احتمالية النجاح في الأولى مع احتمالية عدم النجاح في الثانية اللي بتطلع عبارة عن 0.0099 بتكون ضغط ماشيين فيهم للآخر. اللي بدي إياه مرتين عشان بلش نكتسب بهاي هذا الشيء، أنا بدي أعرف random variable X وبدي أعرف شو القيم تبعون X اللي موجودة. هلا هذا نفس الإكزامبل اللي أخذناه من شوي صغير لكن بلش أتعامل فيه مع طريقة. شو احتمالية انه قيمة الراندم فاريبل اقل او تساوي 3؟ احتمالية انها صفر. هي احتمالية الواحد زائد احتمالية 2 زائد احتمالية 3 طبعا زائد احتمالية الصفر في هذا. ومرة ثانية لاحظوا هون احتمالية الاكس بتساوي اكس. كوميونيتي هاي اللي هي عبارة عن الكوميونيتي بروبابيلتي فانكشن او الكوميونيتي ديستريبيوشن فانكشن اللي موجودة إلها. لو أجيت أنا عطفت F و X اللي بتمثل احتمالية إنه random variable أقل أو يساوي قيمة معينة، بقدر ما أستخدمها هيك أستخدم نظام السوميشن، سوميشن من XI أقل أو تساوي X. هلا ممكن يكون إنه random variable أقل أو تساوي X أكبر أو تساوي X أقل أو تساوي Y، في الحالة حاول السوميشن من X لعند Y. يعني أنا بقدر أستخدمها كسوميشن. هلا هون كديسكريت راندوم فاريبل زي ما حكيت لكم انه شو احتماليه الاكس، هي عباره عن احتماليه مثلا بين راندوم فاريبل اكس كابيتال اقل تساوي اكس سمول اللي هي نفسها عباره عن مجموع الاحتمالات من عند القيمه اللي انت اخترتها لعند اكس اللي جدك توصلها. طبعا اكيد شو الاحتماليه لازم تطلع معك؟ اكيد اكبر او تساوي صفر اقل او تساوي 1. صفر معناها يعني مستحيل. واحد اللي حكينا عنه اللي عبارة عن السبب، صح؟ اوكي. هلا لو جينا عرفنا اكس اقل او يساوي واي، معناه احتمالية حدوث الاكس تكون اقل او تساوي احتمالية حدوث الاكس. اوكي. نفس الشيء هاي عبارة عن، كان عندنا كمية الانتاج اليوم عبارة عن 850 بارت، في العادة بيطلع منهم 50 ديفكتيف بارت. بدنا نيجي نختار عينتين بطريقة عشوائية، بحيث انه احنا عرفنا عباره عن random variable وعباره عن x اللي هو بيمثل عدد الديفكتيف بارتس اللي بتطلع معه. فبالتالي انا لما اجي اعرف شو احتمال من العينتين يطلع معي x، شو الرينج، قبل ما احكي شو الرينج اللي حيطلع معي للقيم؟ اما صفر او واحد، اما صفر او واحد او اثنين. حيطلع اكثر من هيك؟ ليش؟ يعني انا بدي اختار عينتين، لانه انا بدي اختار عينتين. هلا شو احتمالية انه اكس بتساوي صفر؟ انه تطلع الأولى، انه تطلع الأولى مش ديفكتيف، مش ديفكتيف، والثاني فبالتالي عبارة عن 800 على 850 في 799 على 850. ال 800 اللي هم عبارة عن
750 ماينس 5. شو احتمالية انه يطلع معي ون ديفكتيف؟ خمسين على انه الاولى تكون مثلا مش ديفكتيف والثانية او الاولى ديفكتيف والثانية مش ديفكتيف. فعشان هيك هي هاي ضربة طبعا من هاي بالصفر. شو احتمالية انه اكس تساوي 2؟ 200 دي بي. معنا عبارة عن 50 من 850 بضل منهم 49 على 809. مثلا هون احتمالية الصفر بدل ما اكس بتساوي صفر هي عبارة عن probability of x اقل او تساوي صفر هي عبارة عن 0.866. فهذا احنا بالنهاية بنسميه الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن بالنسبة لهي العينة العشوائية. اوكي اجينا بعد شوي نحكي عن الفارينس. طبعا الفارينس والستاندرد ديفيشن والمين اللي موجودين هون. فاجينا حكينا باي ديفينيشن تعريف الفارينس هو عبارة عن السميشن لا نتيجة العينة العشوائية ماينس المين تربيع مولتبلاي باي اف اوف اكس اللي بيمثل ال probability distribution function بالنسبة للعينة. هلا لو اجينا اشتقيناها مع بعض اكس ماينس المين سكوير حتطلع عبارة عن اكس تربيع ماينس 2 ميو اكس بلس ميو سكوير اف اوف اكس. هلا بعدها تعالوا افرطوهم بتصير عبارة عن اكس سكوير اف اوف اكس ماينس 2 ميو اكس اف اوف اكس. هلا هاي شو معناها؟ هاي بالاصل اصلا كانت هي عباره عن المين. عن المين صح؟ هاي بالاصل في التعريف يمكن مش كاتبها وكا لازم اكتبها هي عباره عن المين. هلا هون سميشن اوف اف اكس بيساوي واحد واحد. فبالتالي بصير معك العلاقه عباره عن سميشن اكس سكوير اف اوف اكس ماينس 2 ميو سكوير بلس ميو سكوير اللي عباره عن المين الموجود له. نعم. شو الاكس تربيع؟ ما هي تعريف الفارينس باي ديفينيشن حيكون هيك. هاي التعريف الاصلي تبع الفارينس اللي عبارة عن معدل الابتعاد التربيعي التباين بسموه. اوكي هلا كمان اذا متذكرين ستاندرد ديفيشن اذا متذكرين كان جنرال فارينس صح؟ ايوه ستاندرد ديفيشن كان عبارة عن جنرال فارينس. مرة تانية هاي x f of x summation طبعا هتطلع معك تساوي المين. طبعا summation f of x already بيساوي 1. اوكي فبالتالي تطلع معك العلاقة النهائية هي عبارة عن summation x squared f of x minus المين squared. بس في الإحصاء على إن كنا نقسم يعني نفس القانون بس على إن يعني شو الفرق مش عارف. اوكي هلا اللي انت كنت تقسمه على إن هو عبارة عن مش f of x كان عبارة عن القيمة على واحد على عدد العينات اللي هي الاحتمالية. هلا الاحتمالية شو بتساوي؟ مثلا بدي اختار عدد الايفنت وعدد السبيس يعني هي بدي اقسم فيها على سبيس عشان هيك كانت في عبارة عن واحد على حبوا لي ثواني. هلا مرة ثانية بالنسبة لسؤال هلا انت اللي بتذكروا في البكالوريوس اللي عبارة ما كنت تعوض هون f of x كنت تحط تقسم على ان شو احتمالية اختيار عينة من بين 100 عينة؟ واحد على 100 صح؟ هلا الواحد على 100 هي الـ f of x. هلا f of x شو بتمثل؟ صحيح هي عبارة عن probability distribution صح؟ معناها هي عبارة عن احتمالية العينة فهي مقسمة جاهزة عليها. فبيطلع معكم في النهاية انه الـ variance بالنسبة لـ عين العشوائية experiment تساوي summation x square f x minus mean square. هلا هاي نفس الديجيتال فانكشن الديجيتال شانل احنا مرينا عليها من شوي صغيرة. واذا متذكرين كانوا القيم x تساوي صفر لعن x بتساوي 4 مع كل الاحتمالات اللي هم. لو اجينا نطبقهم هون قيم x هون حتساوي من صفر ل 4 f of x بالنسبة لهاي العينات 0.6561 لغاية القيمة اللي هي عبارة عن 0.000. هلا بدي اجي احسب الفيرس عشان انا احسب الفيرس بدي طبعا هون بحسبه بالطريقة الثانية انت بتختار بالطريقة اللي بدك اياها. فبنزلنا قيمة x f of x. هلا x f of x summation ال x f of x الناشئ بده يعطي واحد مين؟ مين؟ summation f of x ولا بعطيك واحد؟ فلاحظ انه هدول بعد ما مضروبين مكتوب هون ان المين هيك هذا السميشن عبارة عن البوينت فور وعبارة عن المين فاليو الموجودة. اوكي بعد عشان نكمل نحسب الفيرنس بنسمك x ماينس المين سكوير
فحسبناهم كلهم طلع معاهم اربعه. هلا عشان انا احسب في النهايه الفارس هي عباره عن x minus b square multiplied by f of x. هلا اما برجع احسبها من خلال الديفينيشن الاصلي او من خلال المعادله اللي عندي. اذا حسبت من خلال الديفينيشن الاصلي بيطلع معنا القيمه 0.36. هلا اذا رجعت كملت على اللي احنا حكينا عنه summation x square f of x minus mu square mu square حيطلع معك ان x square f of x summation اللي لهم عباره عن 0.52 والمين عباره عن 0.4 تربيع 16%. فبده يطلع معك ان هي عباره عن 36 صحيح. تمام. هلا لو بدك تحسب ستاندرد ديفيشن الجذر التربيعي لو انا بدي اجي اعرض لو انا في عندي اكس عباره عن discrete random variable وعند إله بالنسبة له عبارة عن probability mass function عبارة عن f of x وأجيب أعرض mass function جديد هو عبارة عن h of x. فالإمام h of x حيساوي summation ل h of x f of x. حاجة أعرض هلا بدلها بدلات الفارس معناها الفارس جديد هو عبارة ل h of x حيساوي الراندم variable الموجود عنده minus mu اللي عبارة عن mean تربيع. هلا هاي التطبيق لو إحنا أجينا نطبقها هاي العينة اللي كانت موجودة لو انا اجيت اعرف فانكشن جديد هو عباره عن اكس تربيع بدل ما انا ارجع احسب كل شيء من جديد شو بدي اقدر استفيد من القديم فهي عباره عن الايفنت الاكس سكوير عباره عن اكس سكوير في اف اوف اكس قيم اكس من وين لوين بتتغير؟ صفر لاربعه معناها الصفر تربيع مع اف تبع صفر زائد واحد تربيع مع اف الواحد للاخر فبطلع معي القيمه 0.5. هلا بالنسبة لليونيفورم ديستريبيوشن شو المقصود يونيفورم ديستريبيوشن؟ توزيع طبيعي توزيع منطق صح؟ صح شو معنى يونيفورم ديستريبيوشن؟ يعني احتمالية بالظبط معناها الاحتمالية منتظم فعشان هيك مباشر بيجي بحكي لك لو كان عندك راندوم فاريبل اكس الفاريز بالنسبة له اكس 1 اكس 2 اب تو اكس 10 اوكي هو عبارة عن يونيفورم ديستريبيوشن معناها اف احتمالية اف اوف اكس اي واحد كلها حيكون عبارة عن واحد على مجموعهم كلهم. ماشي هلا بالنسبة لقيم المين والستاندرد ديفيشن الاحتمالات مثلا لو كان عندك عبارة عن راندوم فاريبل عبارة عن اكس وهاي اعتقد لينير او سوري يونيفورم ديستريبيوشن. إذا في حالة لما يكون عندك uniform distribution فبطلع معك الاحتمالية عبارة عن واحد على b minus a plus 1 بالشرط إنه العينات اللي هي x square عم تتغير من عند a up to b بحيث إنه a أقل أو تساوي تزيد واحد بحيث بزيادة بالضبط. فمباشرة المين بالنسبة له كم بيساوي؟ b زائد a على 2 b زائد a على 2. هلا هل تتوقع من وين طلعت b زائد a على 2؟ ما دام انا حاكي انه يونيفورم ديستريبيوشن معناها زي كانه مثلث هي عباره اف اوف اكس. هلا اف اوف اكس بتساوي 1 اف اوف اكس بتساوي 2 3 4 معناها كوميوليتيف بده يصير يتزايد هيك لغايه ما يوصل 1 صح؟ معناها المين وين بده يكون؟ بالنص بالنص فعشان هيك هي عباره عن بي زائد اي عدد. اوكي طبعا ستاندرد ديفيشن او تربيع اللي هو نفس الفيرس بيساوي بي زائد ماينس اي بلس 1 تربيع ناقص 1 على 12 نفس الشيء. طبعا هاي من وين تطلعوها؟ هاي بتقدر تطلعوها من خلال الترابيزويد. هلا هذا التطبيق الشيء اللي موجود مواطن معنا هون راندوم فاريبل وبحكي لنا انه افرض انه هذا الراندوم فاريبل عباره عن ديسكريت يونيفورم راندوم فاريبل والرينجل له من 0 ل 48 واحسب اللي هو عبارة عن ستاندرد ديفيشن بحسب المين الى
الموجودة له مباشرة طبعاً. ما دام الرينج من 0 إلى 48 معناه 48 زائد 0 على 2 هاي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للستاندرد ديفيشن. فهي ضروري إنك أنت تكون عارف شو الأسامبشن تبع هذا الفاريبل اللي موجود. نخلص هذا البينومي كوفيشن أعتقد بالصدفة نفس اللي إحنا خلصنا فيه المحاضرة. طيب هلا بشكل عام شعرين الوضع اليوم افضل؟ اه ان شاء الله افضل استثناء هذا الموضوع. الموضوع عباره عن discrete random variable كتصنيف بنسميه مثلا اذا كانت random variable عباره عن binomial distribution random variable مثلا الاحتماليه انه طبعا اكبر او تساوي صفر اقل او تساوي واحد على مجموع قيم n 1 2 الى ما لا نهايه. اجيب لك تحسب الاحتماليه بالنسبه للايفنت طبعا هي سمشن بالنهايه هي عباره عن n اوفر x. الاكس بالنسبه لك عباره عن قيمه الراندوم فاريبل في الاحتماليه تو باور x 1 ماينس الاحتماليه n ماينس x. طبعا اذا كان عندك قيم a و b كونستانتس بتطلع معك عباره عن a بلس b هي الاحتماليه تو باور n بتساوي السمشن n اوفر k a تو باور k b تو باور n ماينس b. طبعا هذول بس كتطبيق على بينوم الكوفيشن كفاليوز. هلا هون عباره عن اكزامبل بسيط طلع عليه بشكل سريع بعدها بننهي المحاضره. هي عباره عن سامبل من الووتر في عندنا 10% تشانس بالنسبه للكامب كونتامينيشن بالنسبه للبارتيكولر اورجانيك بوليوتنت الموجودين فيها هي عباره عن 10% يعني احتماليه انه يكون ملوث 10% فاحتماليه انه يكون مش ملوث 90%. فأجينا عرفنا that the samples are independent معناها فيش خطر. فهلا شوف المصطلحات اللي احنا تعلمناهم بضلهم يجوا معنا بالنسبه طبعا للبريزنس بالنسبه للبوليتنت. فبطلب منها find the probability that in the next 18 samples exactly two contain the pollutant. شو احتماليه في 18 عينه يطلع معي بالضبط عينتين فيهم؟ لاحظ انه هون ما اشترط عليك الترتيب. الاشي الاول حكى لك مباشره انه كم عدد السامبلز 18. شو احتماليه انه يطلع فيها 10%؟ شو احتماليه انه ما يطلعش فيها 90%؟ كم العدد اللي انت بدك اياه بالنسبه لقيم اكس؟ يعني اللي انت بتفتش عليه هو عباره عن اف اوف اكس بتساوي 2 اللي حكينا هي عباره عن بي اوف اكس بتساوي كمان اوكي. معناها احتمالية b of x بتساوي 2 هي عبارة عن 18 over 2. أنا معرف الـ random variable بمثل لي إيش؟ 2. هل الـ random variable بمثل إنه في ولا ما في؟ إنه 10% معناها إنه ما فيش. بالضبط. معناها عبارة عن 0.1 to the power 2. ففي التكمله تبعتهم اللي عباره عن 1 ماينس ماينس بي التكمله تبعتهم اللي عباره عن 16 اللي عباره عن 18 ماينس 2 بتطلع احتماليه انه بالضبط يطلع معي عينتين ملوثات عباره عن تقريبا 28%. ماشي؟ هنوقف ان شاء الله لهون واعتقد المحاضره القادمه بنقدر ننتهي بشابتر 3 وشابتر 4. هلا هيك انا ماشي بطيء والعالي